تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا مرة أخرى. كما تعلمون جميعا، لقد تم تأجيل العطلة الربيعية نظرا للظروف التي يعيشها وطننا الحبيب في الآونة الأخيرة. لذلك سنتمم ما بدأناه قبل استئناف العطلة من مراجعة وتذكير بالدروس السابقة، حيث أضع رهن إشارتكم تقويما ودعما يضم جميع الدروس التي تعرفنا عليها سابقا، كما يضم جميع المكونات المتمثلة في مكون القراءة ومكون الدرس اللغوي ومكون التعبير والإنشاء. لذلك أطلب منكم جميعا أن تجيبوا على جميع هذه الأسئلة بدون استثناء. فمن كانت له إمكانية نسخ هذا الدعم فليجب على المطبوع الذي سأتركه لكم كوثيقة مرفقة بمقطع الفيديو، ومن لم يتمكن من نسخه فليجب على ورقة مزدوجة حتى أتمكن من تصحيحه فور عودتنا إلى أقسامنا بإذن الله. إذن بعد قراءة النص قراءة جيدة ومتأنية ومتكررة، نبدأ كما جرت العادة بالمكون الأول وهو مكون القراءة. والسؤال الأول، حدد نوعية النص. إذن عليكم تحديد نوع النص. السؤال الثاني، حدد مجال النص من بين ما يأتي: المجال الفني الثقافي، المجال الاجتماعي والاقتصادي، أم المجال السكاني. إذن عليكم تحديد المجال الذي يصب فيه النص، هل هو مجال فني ثقافي أم مجال اجتماعي اقتصادي أم مجال سكاني. السؤال الثالث، اشرح بالمرادف الكلمتين الآتيتين حسب سياق النص: الكلمة الأولى بالية والكلمة الثانية مذعورة. أعيد، اشرح بالمرادف الكلمتين الآتيتين حسب سياق النص: بالية مذعورة. السؤال الرابع، استخرج من النص ما تملأ به خانات الجدول الآتي. استخرج من النص ما تملأ به خانات الجدول الآتي: الموصوف الأول، الوصف الأول والوصف الثاني لهذا الموصوف الأول، والموصوف الثاني وصفه الأول ووصفه الثاني. السؤال الخامس، صغ فكرة عامة للنص بأسلوبك الخاص. صغ فكرة عامة للنص بأسلوبك الخاص. رابعا، بدي رأيك في القضية التي يعالجها النص، وخاصة في معاملة الناس للطفلة، وذلك في سطرين. أعيد، بدي رأيك في القضية التي يعالجها النص، خاصة في معاملة الناس للطفلة. ننتقل إلى المكون الثاني وهو الدرس اللغوي. السؤال الأول، ضبط بالشكل التام الكلمات المكتوبة بخط مضغوط في النص. ضبط بالشكل التام الكلمات المكتوبة بخط مضغوط في النص. السؤال الثاني، استخرج من نص الانطلاق جملتين تتضمنان المطلوب. إذن جملة تتضمن مستثنى بإلا وجملة تتضمن حال. إذن استخرج من نص الانطلاق جملتين تتضمنان المطلوب: جملة تتضمن مستثنى بإلا وجملة تتضمن حال من النص. الجملة أو السؤال الثالث، ركب جملة تتضمن الاستثناء ب ما عدا مع الشكل التام.
السؤال الرابع: اكتب بالحروف كل عدد مما يأتي مراعيا أحوال المعدود مع الشكل. السؤال الخامس: اعرب ما تحته خط في الجملة دخل المتعلم إلى القسم يبتسم. إذن نعرب يبتسم. المكون الثالث والأخير: حول قصيدة الثعلب المخدوع إلى نص سردي مستحضرا ما اكتسبته في مهارة التحويل. القصيدة مقتطفة من ديوان الشوقيات للشاعر الكبير أحمد شوقي. قد سمع الثعلب أهل القرى يدعون محتالا بيا ثعلب، فقال حقا هذه غاية في الفخر لا تؤتى ولا تطلب. من في النهى مثلي حتى الورى أصبحت فيهم مثلا يضرب. ما ضر لو وافيتهم زائرا أريهم فوق الذي استغربوا. لعلهم يحيون لي زينة يحضرها الديك أو الأرنب. وقصد القوم وحياهم وقام فيما بينهم يخطب. فأخذ الزائر من أذنه وأعطي الكلب به يلعب. فلا تثق يوما بذي حيلة إذ ربما ينخدع الثعلب. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقي يوم الجمعة بإذن الله للإجابة عن هذه الأسئلة.